السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم اختكم شيوات فاطمه فلوق. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وكلكم بخير وعلى خير وبصحيحه جيده يا ربي. خوتي جيت نصور معكم هذا الفيديو قصير غير باش نقول لكم توحشتكم وشكرا لكم. بزاف ديال الناس كيسولوني فين خبرت، انا غير مريضه لظروف صحيه وصافي، داكشي علاش راني غابره عليكم. شكرا لكم، شكرا كتسولوا فيا، الله يجزيكم بخير وبارك الله فيكم. دابا بغيت نصور معكم هذا الفيديو قصير غير باش نقول لكم شنو هو السبب اللي خلاني شحال هادي ما حطيت شي حاجه. انا دابا مسترجم كنصور واحد الشجره ديال الحامض عندي مغروسه هي في السطل، هانتوما تبارك الله فيها واحد الحامضه ما شاء الله. شكرا لكم، شكرا للناس اللي كيسولوا فيا وكيقولوا لي غبرتي علينا وشحال هادي ما حطيتي لنا شي حاجه. السبب اخوتي هو ظروف صحيه، انا مريضه، دعيو معايا بالشفاء، الله يجازيكم بخير وشكرا لكم. شكرا للناس كاملين، كلكم كلكم سولتوا فيا، الله يحفظكم بارك الله فيكم. داكشي بغيت ندير معكم هذا الفيديو قصير باش نقول لكم اخوتي دعيو معايا بالشفاء. الحمد لله، اللهم لك الحمد اللي كيجي من عند الله، الحمد لله عليه. بغيت نقول لكم شكرا مره اخرى، شكرا على السؤال ديالكم عليا، بارك الله فيكم، الله يجازيكم بخير. ان شاء الله باذن الله نتلاقاو في شي فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. خليت لكم راحة الله، والله ييسر أموركم في أمان الله وحفظه.